الحكم ده او طالب التحكيم ده اختيار كلاتنبرج ده بالتاكيد، لان الحكم ده حكم في السعوديه معاه ففي علاقه يعني اللي هو عارفه يعني. فهو حكم معاه في السعوديه في الدوري السعودي في ماتش من الماتشات اللي انا صنفتها ايامها، كان ماتش مش ماتش المنافسه، ماتش في نص الجدول. اتحاد الكره اتحاد الكره من يومين كده طلع بيان انه بيدعم كلاتنبرج، ايه رايك؟ مش عارف، الدعم بدري قوي، حاسس ان هو بدري قوي يعني. احنا بقالنا اسبوعين احنا حتى لما اتسالت الدنيا ماشيه ازاي قلت لهم لسه مفيش حاجه واضحه يعني بالنسبه للتحكيم. في اخطاء موجوده في الدوري المصري زي اي دوري، واحنا مدعمين للراجل والتجربه ما عندهاش مشكله خالص، بالعكس احنا عايزين التجربه تنجح عشان التحكيم المصري يعني، عشان الماركه نفسه يعني. لكن الدعم بدري قوي كده، فاحنا انا نفسي استغربت يعني. الموضوع الدعم لسه بدري قوي على الدعم يعني. لسه بنتكلم في لما السنه اللي فاتت تفتكر احنا كلامنا على الاسبوع الثامن صح، الدنيا كانت ماشيه، لكن بعد اسبوعين شاف الدعم بدري شويه. كلاتنبرج هيقعد في مع الكره المصريه كام سنه؟ مش عارف، سؤال مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. انا مش عارف الوضع اللي جاي ايه، الفتره اللي جايه ايه، كاس العالم اللي جاي، وهو سمعت انه عايز يروح يحلل في قناه من القنوات، فمش عارف الفتره اللي جايه فيها ايه، لان الموضوع ان انا احلل واسيب حكامي ومش موجود في مصر هتبقى صعبه جدا الفتره اللي جايه. يعني هو ممكن يمشي طوعيه، كل شيء وارد، ولا هنمشيه؟ ما هو دلوقتي طالب، مش هيبقى عيب يعني، هو عنده طلب دلوقتي، هو طالب يروح يحلل في قناه من القنوات كاس العالم. وانا عندي معلومه ان هو فعلا مضى في القناه دي يعني، مضى تعاقد ان هيحلل كاس العالم في القناه دي. طب انت دلوقتي كدوري كاتحاد كوره مصري هتسيبه يروح يحلل ويسيب الدوري المصري عندنا هيشتغل في كاس العالم زي ما عرفنا والماتشات موجوده والمنافسات موجوده، هل هو هيروح ومفيش عندنا لجنه كمان، مفيش موجوده لجنه فكل الكلام ده، هل يتم السماح ليه انه يسافر ويسيب الدوري ومفيش لجنه موجوده؟ طب هتضار ازاي التحكيم في مصر؟ هو ده السؤال. فالكلام ده كله هيبان في بدايه كاس العالم يعني، انت بتتكلم على اسبوع 10 ايام. ربنا يستر.